ما هي الأوراق الدولية المتاحة أولا ثم المطلوبة ثانيا لوضع سيناريوهات ضاغطة على المجتمع الدولي ربما يستطيع إجبار إسرائيل على التراجع عن استمرار هذا العدوان والتوقف عنه ثم المضي في عملية سلام؟ يعني دعني أقول لحضرتك أنه المجتمع الدولي برمته بكل مؤسسات المجتمع الدولي سواء مجلس الأمن أو المحكمة محكمة الدولية وحتى محكمة الجنايات وحتى كل الحركات الدولية الأخيرة، نحن لا نستطيع أن نقول أنه لا يوجد قانون دولي بالمناسبة ولا يوجد ميثاق للأمم المتحدة، على العكس تماما، لكن المطلوب يعني تفعيل أدوات النظام الدولي وجعل القرارات أو قرارات الشرعية الدولية نافذة، لأن واقع الأمر أنه حتى القضاء مع الأسف يسيس تحت وقع ارتهان قرار مجلس الأمن الدولي في أدراج البيت الأبيض التي برعت فيه الإدارة الأمريكية بأن ترتهن هذا القرار وتسيس حتى القضاء الدولي، وهذا بدأ واضح عبر الجلسات السابقة لمحكمة العدل الدولية التي وصلت إلى ما وصلت إليه، وهذا بالتأكيد تطور نحن نبني عليه. لكن هناك أوراق عديدة، وربما اليوم مصر فعلت من جديد دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وهذه خطوة متقدمة. نعم نقول أن هذه أدوات ضغط مهمة، يجب أن يلجأ المكونات الدولية المناصرة للشعب الفلسطيني والتي ترفض هذا الاحتلال إلى مثل تلك المحاكم، ويجب أن تسعى حثيثة لتغيير حتى شكل وأسلوب النظام العالم الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية وتتحكم في مجلس الأمن، لأن العالم الذي صوت أول أمس لصالح حصول دولة فلسطين على عضو كامل عضوية في هيئة الأمم المتحدة والحث والتوصية لمجلس الأمن بقبول ذلك، هذا يؤكد أن العالم نعم ضد إسرائيل وأن إسرائيل تعاني من عزلة عالمية. لكن مع الأسف وإن كان في تطور في الخطاب الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية وباتت هناك نداءات للاعتراف بالدولة الفلسطينية والذهاب إلى حل الدولتين مثل بعض الدول في أوروبا التي أيضا الآن تعاني من ضغط كبير على مستوى الحراك الجماهيري والطلابي، وهذا بالتأكيد خطوة مهمة في إطار الضغط على تلك الدول، لأنه الرأي العام العالم الذي تحول بهذه الطريقة الدراماتيكية المتسارعة بدءا من تحول رأي ووعي الشباب الأمريكي قبيل حتى انتفاضة الطلبة التي ابتدأت في كولومبيا وتمددت إلى بقية الجامعات، هذا بالتأكيد يبنى عليه. أيضا مطلوب أن يكون هناك استمرار للتحرك العربي، وأظن أننا الآن على عشية انعقاد القمة العربية، وأعتقد أن هذه المرة يجب أن تكون قرارات القمة العربية أكثر فاعلية وأكثر جدية، ويجب أن تحرر حتى كل القرارات السابقة. ما هي طبيعة الأمال المعقودة على هذه القمة؟ يعني أنا دائما من أنصار لماذا أنتظر العالم إن كنت أستطيع أن أتحرك؟ إحنا كعرب ما هي الأوراق التي نستطيع أن نضغط بها على الولايات المتحدة أو على الأوروبيين لممارسة ضغط ما على الإسرائيليين؟ نبدأ بأولا وقف هذا العدوان. أولا يجب أن توقف كل أشكال التطبيع، ويجب أن توقف كل مساعي الدولة الأمريكية التي تريد أن تجر المنطقة العربية إلى مربع التطبيع الذي تريد أن تصل بالدول العربية لاحتوائها عبر هذا المربع، وهذا أمر خطير سيما في هذا الظروف، لأن كل موضوع التطبيع بالتأكيد منافي للمبادرة العربية التي أطلقت والتي العالم كله بات يدرك أن كان موقف العرب واضح جدا أنه لا تطبيع ولا سلام حتى مع دولة الاحتلال طالما أن الشعب الفلسطيني لم يتحرر ولم ينال حريته واستقلاله ونال دولته الفلسطينية المستقلة. هذه الورقة هي بالتأكيد مهمة، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية سواء على مستوى الحزب الجمهوري وترامب في ولايته وصفقة القرن بين قوسين التي قدمها بما يسمى بالاتفاقات الإبراهيمية، والآن ربما نعم سقط هذا الملف ولم يعد موجود على طاولة الدول العربية حتى السعودية الذين يريدون جرها إلى هذا المربع بكل تأكيد. نحن لا نريد أن نعلي سقف طموحاتنا ونتحدث عن تفعيل ورقة النفط على سبيل المثال، ولكن نقول أن وقف التطبيع من جهة ومحاولة على الأقل سحب سفراء لإسرائيل وممارسة مزيد من الضغط على دولة الاحتلال أمام العالم، كل هذا يشعر المجتمع الدولي ويشعر الإدارة الأمريكية أن العرب تمضي في خطوات أكثر فاعلية وأكثر عملية نحو
أن تشكل ضغط حقيقي على المجتمع الدولي. وهذا بالمناسبة مطلوب من كل الدول العربية، وليس مطلوب أن تترك دولة لوحدها في مواجهة هذا الاحتلال ومواجهة الإدارة الأمريكية مثل مصر التي اليوم هي تتصدى بكل شراسة لهذا الاحتلال، وترفض هذه العملية الجارية في رفح، وترفض حتى السيطرة التي وقعت على سيادة معبر رفح، لأن هذا يعتبر ضرب أيضا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، وضرب أيضا للاتفاقية الأخيرة عام 2005 لاتفاقية المعابر التي هي أيضا أبرمت باتفاقية دولية ليكون من يشرف على هذا المعبر السلطة الفلسطينية وجمهورية مصر العربية بمراقبة دولية وغير ذلك. فلذلك الآن إسرائيل تتجاوز كل الخطوط الحمراء، فإلى متى العرب ستبقى تتفرج أو ستبقى قراراتها دون مستوى تطلعات وطموحات الشارع العربي الذي الآن يتطلع إلى هذه القمة؟ وإن كانت قد عقدت بالتأكيد قمم سابقة خلال هذه الحرب، لكن هذه القمة هي قمة عادية وليست طارئة، وهذا ما يجعل أو ما يجب أن يجعل قرارات جامعة الدول العربية أو قرارات القمة العربية أكثر فاعلية وأكثر جدية نحو أن يكون هناك موقف عربي موحد، أن يكون هناك يعني عمل عربي مشترك، وتفعيل اتفاقية حتى الدفاع العربي المشترك عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي هي في صدارة وعلى مائدة الجامعة العربية ومائدة كل القمم العربية، هي قضية العرب الأولى، وهي ربما عادت حتى بالمناسبة، يعني لا نريد أن نعري تماما الفعل العربي والقمم العربية وندعي أنها لا شيء، لا بالتأكيد هي جامعة الدول العربية جامعة مهمة وحاضنة عربية مهمة، والأمة العربية ظهير مهم وحي بالنسبة للشعب الفلسطيني وقادر أن يحدث التغيير الحقيقي على مستوى العالم، لأن هناك حرب مصالح وحرب اقتصادية بالتأكيد حتى الولايات المتحدة الأمريكية تحسب لها ألف حساب، فيما لو نظمت هذه العلاقة ونظمت هذه القوة الاقتصادية والموقف السياسي العربي المستند على الوحدة العربية التي ربما تجلت خلال القمتين الأخيرتين، وهناك أصبح هناك مصالحات كبيرة في الإطار العربي وتسوية العديد من الخلافات التي أنتجها ما يسمى بالربيع العربي خلال أكثر من عقد من الزمان مضى، أثر على الدولة الوطنية العربية، وظهر مصطلح أزمة الدولة الوطنية العربية الذي أثر كثيرا حتى على قضايا العرب الرئيسية ومن ضمنها القضية الفلسطينية التي ربما ابتعدت العرب عنها وانشغلت في قضايا العربية بالتأكيد، وهذا كله كان بفعل القوى الكبرى التي وقفت أيضا خلف هذه الحركات في الأمة العربية لتقويض الدول العربية ولمحاولة زعزعة استقرارها ولزعزعة جيوشها وضرب اقتصادها والتهاب وسرقة خيرات الدول العربية. لا، هناك ما يمكن أن يبنى عليه، وهناك قوة عربية حقيقية سواء على المستوى الديمغرافي وحتى على المستوى الجيوسياسي ومدى تأثير الأمة العربية حتى في القرار الدولي. فمن الذي قال لا تستطيع الأمة العربية حتى اللحظة ما تحسب له حساب الإدارة الأمريكية في عملية رفح وفي ما يجري في قطاع غزة؟ هو جمهورية مصر العربية التي من الممكن أن تفقد هي بوصلتها وهي تدرك ماذا يمكن أن تفعل تجاه ما إذا أدار نتنياهو ظهره للأمة العربية بهذه الطريقة وتعدى على الحدود المصرية أو حتى على الشعب الفلسطيني.